جاء في بعض كلام السلف رحمهم الله أن الميزان له لسان. السؤال: ما صحة هذا؟ وهل جاء عليه دليل من الكتاب والسنة؟ هو ميزان، جاء الميزان في القرآن وفي السنة، فنحن نثبت الميزان. أما التفاصيل هل له لسان أو ما له لسان، هذا يحتاج إلى دليل صحيح، يحتاج إلى دليل صحيح، ولا أعرف دليلا صحيحا على هذا. أنا لكن نثبت الميزان. نعم.